هنا من المفترض أنه مكان لعلاج المرضى، بل هو كذلك فعلا. هنا مقابلة الطبيب، وهنا تجرى الفحوصات. أي علاج تثق به يأتيك من هذا المكان الموحش الآيل للسقوط؟ والمركز اللي أمامكم الآن تم التهالك آيل للسقوط، وبحاجة إلى تهيئة بتكلفة 250,000 درهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا أن نكون عون لهم، وأن يكتب المساهمين جزيل الأجر والثواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. العناية الإلهية فقط من تنقذ من دخل إلى هذا المكان، فهم للموت أقرب منه إلى الحياة. أعينوهم وكونوا إلى جانبهم.